الإخوان تحية نضالية من أمام المديرية الإقليمية للتعليم الجديدة، من بعد ما المديرية عمدات القطع الكهرباء على المعتصم اللي هو بالبهو ديال المديرية الإقليمية بالجديدة وخلات الأطر المعتصمة في الظلام. الآن المديرية كتسد الباب على الأطر كتحتجزهم، وهذا الشيء لما كانش يثير الشجب والاستنكار من طرف رجال ونساء التعليم ومن طرف النقابات، وقتاش غادي يثار هذا الشجب وهذا الاستنكار؟ ما فهمناش شنو هو المنطق ديال العصابه اللي كتخدم به هذه المديريه. ما معنى تجي تسد انت على اطر معتصمه البيبان ديالك وتسحب الحراس ديالك وتقطع عليهم الضوء؟ هذا منطق ديال العصابه ماشي ديال الاداره. كان الاجداء ان المديريه الاقليميه تكون جاده في الفتح ديال الحوار وفي الوقوف على مجموع الاختلالات بما فيها التشهير بالأطر الإدارية والتربوية والتنوية الإعدادية الرشاد. كنا كنعتقدوا على أن الأمر كيتعلق بالتشهير كتعرض له الأطر خارج المؤسسة، فإذا به هذا التشهير المبعد ديالو المصدر ديالو هي المديرية الإقليمية، ولأن الترهيب اللي تعرضوا له الأساتذة وهما كيشتغلوا في عالم قروي ربما الترهيب اللي كيتعرضوا له في المديرية الإقليمية هو أشد، ولأن كرامة نساء ورجال التعليم أول من يدوس عليها في المديرية الإقليمية هي المديرية الإقليمية الجديدة. فكنوجهوا النداء لجميع المسؤولين بهذا القطاع أو سلطات الوصية باش تتدخل باش تفك هذا الحصار وهذا الاحتجاز وهذا الترهيب اللي كتعرض له الأطر الإدارية والتربوية بالمديرية الإقليمية. وكنحملوها كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع، خصوصا أن الكهرباء تم القطع ديالو على الكاميرات ديال المراقبة، ولأن المديرية أثبتت في غير ما مرة على أنها مستعدة على أنها تلفق التهم وأنها تزور المحاضر وأنها تزور التقارير من أجل تستر على العصابة المنظمة والإجرامية الخطيرة اللي كتشتغل من داخل المديرية ومن خارجها. وفي هذا الاتجاه كان نشدو رجال ونساء التعليم باش يبلغوا علينا وباش يبارطاجيو على اوسع نطاق. خص هذا الشيء يوصل، وخص هذا العته اللي كاين في المديريه الاقليميه الجديده يتوقف ويتوقف حالا. انا ما غاديش نتسائل على الموقف ديال النقابات، لان الموقف ديال النقابات كيعرفوه رجال ونساء التعليم، كيعرفوه جيدا وكيعرفوا مزيان النقابات اللي كتشتغل مع المديريه واللي ولات في اكثر من مره ناطق رسمي باسمها للتضليل ديال الراي العام والبث ديال الاشاعات. وفي هذا الاتجاه كنحييو عاليا الاطارات النقابيه الشريفه والجاده اللي تعرفت بالالتزام ديالها بالقضايا ديال الرجال ونساء التعليم. كنوجهوا لها تحيه عاليه. الاخوان رجال ونساء التعليم كل واحد كيعرف هذه الاطر بغيناه يبارطاجي على اوسع النطاق، لان دابا ما بقيناش في التهديد ولينا في الاحتجاز. دابا اطر معزولة ما مخلين لا ما ولا ماكلة تدخل ليهم. واش هاد الشيء كيتم على مرأة ومسمع من السلطات الوصية ومن رجال ونساء التعليم؟ يعني وما كاينش كاع اللي غادي يتفاعل. وتحية للجميع. في 2019 المديريه الاقليميه الجديده هذا راه كان مهرس بعدا، حيت راهم هاد الناس راهم ولفينا بالاتهامات. دابا حنا خصنا نهربوا، خصنا دابا الاطر ديالنا الاساتذه ديالنا خاو عليهم الضو وهما معتصمين خلاوهم في الظلمه، ها هو دابا سد عليهم البيبان ولينا حنا خصنا نكريو شي حاجه كيفاش نديرو حنا ندوزو لهم الماكله. هاد الشيء كيوقع في المديريه ديال الجديده للتعليم بالجديده. وهذا صراحة هذا الموقف هذا بغيت جميع رجال ونساء التعليم بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية
انهم يشوفوه وانهم يستنكروه. ونشوفوا كيفاش واش دابا هاد الماكله تقدر تدوز من هاد التاقه ولا ما تقدرش تدوز منها. ما درتش سينون جزع بلاتي حيت راه فيها. عندك يدك عندك الزجاجه؟ وقال لك سيدي كيقولوا في الاتهامات الاحتجاج. واش دابا هذا منطيق؟ واش هذه مديريه اقليميه؟ واش هذه مديريه اقليميه عباد الله؟ واش هذه مديريه اقليميه؟ واش هادو مسؤولين؟ واش هادو ناس؟ بلا ما نهضروا على واش هادو اطر ديال الوزاره ديال التربيه الوطنيه؟ اما عليا شنو راني دابا راني على برا انا راه تشديت على برا اسالوا تعشاو الشباب